حنا من العدد ديالنا في جمعيه القصبة اننا نحاولوا نستغلوا ونستثمروا النتائج ديال هذه المشاريع هذه ومكتسبات هذه المشاريع هذه، وبالتالي باش نكونوا واحد المجموعه ديال الشباب ونفدوا لنا واحد المجموعه ديال التدخلات اللي عندنا في اطار المشروع، من تسالى المشروع صافي يمشي بحالهم ما بقى عندنا المشروع الاول، ولكن كنحاولوا نستثمروا هذيك المكتسبات وديك المعارف اللي اكتسبوا هذوك الشباب والقناعات اللي اكتسبوا هذا الشباب هذو في ضمان استمراريه على المدى المتوسط والبعيد ديال بحال هذه المبادرات في المدينه ديال العرايش. فكيسرني جدا انني نقدمكم المجموعه اللي غتبقى هذا اداره غيبات في دار بطبيعه الحال، واللي حسينا انها غتبقى تشتغل مع جمعيه القصبه بشكل سنوي على مجموعه ديال الانشطه، مجموعه ديال البرامج اللي موجهه للمحافظه والتحسيس والتوعيه على البيئه في المدينه ديال كان سي مصعب التجاني له فضل كبير في تكوين هاد الشباب هادو والتأثير ديالهم، مشكورا بطبيعة الحال. غادي نبدا مع أول واحد هو صديق عزيز من أيام الجامعة سي طارق الشافي. كنا ديال السي عزيز الحبيب اللي عنده واحد مجموعة من المبادرات اللي مدينة جميلة محافظة على البيئة. كنا ديال سي محمد الخليفي سي زاح طبيعة الحال سي ساح صانع تقليدي غني عن التعريف. الوقت دينا الحافية اللي كتوافق لنا جميع الأنشطة ديال دورة مشروع ديكو شباب مشكور عن التعريف. كنادي أيضا على الأستاذة الأخت هناء نجار عضوة بفريق المحرك المدينة العاصقة ورئيسة جمعية نساء ضفة زين. نادي الأخت سلمى التيجاني رئيس الملاهي هشام بن علي. علاش تعاود كاسيش. نادي على الشاب النشيط المالح سي محمد بن حمامة اللي كنتمناو له الشفاء من وعطاء الصحية. نادي على الأخت فاطمة الزهراء بن سليمان سي خالد الخيري. خالد تنفدني الخير. أخت زينب البقالي. أخ حمزة الموسسي. وين تعالى هنا؟ قدمنا أنا. عندنا الأخت لطيفة الوهبي. عندنا السي محمد البكوري. حسن ناجي. حسن ناجي تفضل معنا. تنادي على الأخت النشيطة مروة الخطابي. الأخت سمر بقالي. الإخوان ديال الهلال الأحمر كامل يعطيو هذا ما بزاف معروف على راسي. طبيعة الحال الفريق يخصو دائما واحد المشرف أو المشرفة على التواصل نظرا للأهمية ديال التواصل في التنزيل وتنفيذ الأنشطة والمشاريع، ولن نجد أحسن أستاذة وهي محب تفضل معنا لكي نستأمنها عفوا على الجانب التواصلي بالنسبة للفريق. تفضل أستاذ. كنادي مرة أخرى على السي عزيز الحبيب. السي عزيز الحبيب هو أول من قام بعملية تنظيف النقطة السوداء عند مدخل حسن الفاتح السعدي، وأول من قام بإنشاء مشروع مقهى الهواء الطلق اللي كيجي في قاع ديال الكويبات، وهو اللي كانت عنده المدينة الأولى بإنقاذ تلك المنطقة من الأسرة بالنسبة اللي كانت كتعيش فيها بطبيعة الحال. غنطلب من السيدة كاتب عام جمعية القصبة النهضة التراث الثقافي المدينة العتيقة حاجة أمينة. أيضا مديرة سي محمد خليفي سحيساح
فالشرفة الأطلسية اللي أخذ على عاتقه تنفيذ ورشي بشكل يومي ودائي لتحسيس الساكنة بطرقه الخاصة والبسيطة لأهمية المحافظة على فضاءة معاشهم. تفضل الحاج. الشكر الجزيل للأستاذ مصطفى الجنوني الذي لا يئن جهدا في نشر ثقافة المحافظة على البيئة في أوساط المؤسسات التعليمية عبر نموذجه بمدرسة معادن الجبل، وشكرا أيضا على مساهمته ومؤازرته لتدخلات مشروع إيكو الشباب. نقدم لك شهادة من الجمعية وأيضا تروفي لكي يبقى مشروع إيكو الشباب دائما في ذاكرة مصطفى الجنوني. شكرا أستاذ. بتقديم شهادة خاصة لصديقنا وأخينا الذي واكبنا طيلة مدة تنزيل تدخلات مشروع إيكو الشباب، وكانت مواكبته شرطا لتنفيذ هذا المشروع، أدعو تحت تشريقاتكم الأستاذ الدكتور سي مزعر التجاني. سي مصعب سوف أكلف من نعتبره الأب الروحي لجمعية القصبة أنه تراث ثقافي المدينة العتيقة والمؤسسين الأوائل للجمعية والذي له أفضال لا تنكر على جمعية القصبة، سي الحاج محمد مرابط. مشاريع طبيعة الحال الطموحة في المدينة العتيقة. أدعو السي هشام بنوني كي تسلم الشهادة نيابة عن الأخوة الأحرار المغربية.